التاريخ ده بدأ بآدم وهوا الخبلوا صوت حنا الشيطان ونكروا صوت الله. هما بيجوا آسين والعلاقة الكويسة بين الإنسان مع الله دي انقطت. بدا كانوا أول ناس الزنبوا وإرفوا الموت هو السبب حنا الزنب. هما جربوا يداروا إيري حنام بورش الشدر عشان يسدوا إيبهم، لكن الله ما دور مثل ده. هو لبسام فراو حنا الحيوانات، الله ذاته بس دبا أول دهية حنا حيوان عشان يسد إيبهم. آدم وهوا عندهم اثنين أولاد كاين وعبيل. كاين قدم هدية لله من الخضر الهرطاء، لكن أبيل قدم هدية خرفان الحيوان، خرفان هنا دم. الله خبل خرفان هنا أبيل وما خبل هنا كاين، مالا عشان الذنب بودي طوالي للموت، يفرقنا من الله والخفران يكون إلا بصدقة حياة. بالحسد كاين قتل لأبيل، أسباب ده ودى عدد كتير هنا الناس في درب الماكويس. مئات سنين بعد ده التلاف هنا ناس زاد بالهن، والله قال ما في نادم المستحق ليعيش في الأرض، ما في نادم إلا نبي نو وأهل بيته. الله طلب من نو يبني سفينة كبيرة بالتبشير البقول. وقت الشريه هنا الزنوب قرب، في طريق واحد بس البنجينا من شريه ونستفيد برحمة الله هو السفينة. الناس شمتوا وتأسوا لنبي نو نمن يوم المطر بدت تنزل وألمي قايد يمرق من لب الأرض، لكن هم ما مؤمنين قدر يكون ألمي الكتر ده قتل الإنسان وحيوانات كلهم، والعالم كلها سابت عشان ذنوب الإنسان إلا نبي نو أهل بيتا والبهايم الألا دخلام في السفينة نجيو. بعد ده جاء نبي إبراهيم أبو الإيمان، الله دور منا يمشي يقدم ابن دهية في جبل واحد. إذن حنا الله ده برجل لإبراهيم، لكن هو كرم الله بأكبر إيمان هو ودى ابنه في جبل موريا. لكن في وقت النبي إبراهيم دور يدفع ابن دهية الله دهره وأنت حيوان في بدل ابنه. الحيوان ده نجى بدل خلص ابن إبراهيم، دم في بدل دم، حياة في بدل حياة. 400 سنة بعد ده الله رسل نبي موسى عشان يمرق شعب إسرائيل من مصر. فرعون سلطان مصر أراد للقرار ده والله أخبه بأشر أخايب. في الأخابة الأخيرة الله رسل ملك الموت عشان يقتل كل بكر مولود في أي بيت، لكن الله أنت إذن لشاب يدفع حمل هدية خرفان ويمسأ الدم في طول حنا باب البيت. كان ملك شاف الدم هو يعرف كدر الأولاد القايدين داخل دول ده منجيين بالخرفان. يهوديين مصريين عبيد وإنسان هرين كان كرموا إذن الله أولادهم ينجو. كان ما كرموا كمان في الليلة دي كل شيء كان مشل موسى بلخة، وكرر كتير أنصمة في مصر من بيوت الما كرموا إذن هنا الله. في طول الوقت موسى أنت لشعب قانون الله وصف شيء الواجب نادم يسوي كان زنب. المذنب يجي قدام راجل الدين بالحيوان للخرفان، يخط إيده في رأس الحيوان يعني يهول ذنوبة وإيبة للحيوان ويدفو حيوان دهية خرفان، يرش دم والذنب ينقش. سلطان داود والنبوة تابعوا قانون النبي موسى أنت، لكن قايدين بسألوا نفسهم سيكي دم البهايم يقدر يقش ذنوب إنسان؟
ولا ده كله كعلامات وأمثال للمستقبل؟ داود كلم بجي هناه الراجئنا يعني ملك مسيح من ذرية ملك داود اليملك بخوة، لكن يكون دلول ومليان بهنية. المسيح ده يكون بلا ذنب بلا أوجة بلا لوم بلا خطأ. هو يجي يتعب ويموت ويبقى خرفان الكويس، هو يبقى أكبر الخرفان. عيسى المسيح ولدو في بيت حنا الحيوان عشان ما في مكان ليا. ولدو من إدارية، ولدو صافي جاي من أهل الملك، لكن فقري من ذرية ملك داود. رؤيان فقرة من الخلا ومجوسين خنيين جو من سبع مشوا عنده شرف للصخير عيسى، وشهدوا لأنه هو الراجئين يعني المسيح. الكتب كلموا بجيدة عيسى المسيح قاعد يبشر المحبة الحقيقة السلام المسكنة. هو خشاب مسكين لكن أكبر معلم. هو آذى رجال الدين المنافقين البريدوا الأعداد زيادة من الله، لكن الفقارة المساكين المذنبين التائبين حبوه. هو دوا الأنبكموا الأميانين المشوتنين. هو قبل الميتين ذات في الحياة. زول ما عند بيت، معلم رايخ هلة لهلة، معلم البساعد كل الناس اللي يحبوا الله ليعيشوا حياة كاملة. عيسى المسيح نادى لله أبو ذاته، ده وصف للإنسان قدر الخالق وقادر بهبنا مش الأبو لإياله. الله دور الإنسان يكونوا أولاده، لكن فيها مشكلة، هم لسان مذنبين والله صافي. من زمان أدم الذنب والإب فارغ الإنسان من الله، والمسيح يعرف قدر لازم يقبلهم لله. النبي يوحنا المخطس نبه في البخص عيسى المسيح وقال داو خروف أنا الله اليمها ذنوب أنا ناس الدنيا. عيسى هو المسيح الله اختره الزلاء عشان يبقى أكبر الخرفان. أبدا ما زنب، هو طاهر ما عند إب، ومستحق ليكفي تمن حنا الزنب. هو الما عند لوم في بدل الاندوم لوم، القدوس من الله في بدل الناس الأيبانين. هو سود لأبو عشان يكفي التمن للإنسان ويمرقهم من العبودية حنا الزنب، ويقبل شيء الأدم والدره يعني الآخر تماما مع الله. عيسى مات في الصليب ما بخلت هنا يهود ولا هنا رومانيين، لكن في حسب برنامج الله عشان يخلصنا. عيسى خصت بموت هنا إب عشان يتمم كلام النبوة كلموه، قالوا يبقى خروف هنا الله اليمحى ذنوب الإنسان ذنوبك وذنوبي. لكن الكلام ده ما يقف هنا. بعد 3 أيام الله قيمه لعيسى المسيح من الموت، مش البشرة للمؤمنين ليا، هما كلها يبقصوا لحياة الأبدية. بعد ده عيسى المسيح قال لتلاميذه هو يقبل بطان، لكن يجي بصفته مشاري وملك. المسيح هو نعمة الله للإنسان عشان ما يموتوا أسباب إب وما يبقوا مفروقين من الله اللي يحبهم. لكن بالإيمان الخرفان هنا إيسالم هم يقدروا يلقوا النجاة والشرف من الله، بس مش لأي أتيه واجب يقبلوها لنفسهم.